بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وكالعادة أخوكم في الله أدلي خالد عبر القناة إيكونومي تشيرا في إطار تصحيح مجموعة الامتحانات جامعة ابن زور، مجموعة من الجامعات الأخرى إن شاء الله. وكيف ما شفتوا معنا في الفيديو اللي سابقين درنا تصحيح ديال مجموعة الامتحانات، اليوم قدامكم دروكا ديال مسيو الوداني اي مسيو اكريش اي ان اكزامان ديال ان يونيفرسيتي في شمال المغرب. هذا بالحاح مجموعه من الطلبه اللي لقاو مشاكل في هاد لي زيكزامان. بعد ما شفتو معنا لي بارتي الاولى ديال ليكزامان اللي بدينا، اللي هو سيسيون غاتراباج ديال ديال الاستاذه ليلى امزيل كونتابيتي اناليتيك، درنا فيها مجموعه ديال لي زيتاب، درنا طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، درنا لو كو داشا، لانفونتير دي ماتيير بروميير ديال لي تيسي، و درنا جيستيفيكاسيون ديال شاك كالكول درناه، اي كالكول دو كو دو برودكسيون ديال لي بونتالون اي لي فيست، درنا لي انفونتير ديالهم لي دو. وصلنا مرحلة الأخيرة إن شاء الله، هي لو كو دو غوفيان اي لو ريزولتا اناليتيك ديال لي دو برودوي، لي بونتالون اي لي فيست. Le coût de revient des pantalons. Quelles sont les charges directes et les charges indirectes? Awalan, les pantalons, nous donnons les hommes. Le vente, il y a les charges directes, quel est le coût de production des quantités vendues et les charges indirectes de distribution. Parce que nous le coût de revient des pantalons, nous donnons les hommes. Le B. Nous donnons le vente des 14 000 pantalons ou 33 000 vestes. نمشيو لو كود برودكسيون لي كونتيتي فوندي، دنا 19 ألف يونيتي بان بخي يونيتير، ولا 19 ألف 167.30 هو لو كو يونيتي دوفر ديالو. لي شارج انديريك دو ديستريبيسيون، دنا الفونت ديال 19 ألف يونيتي دو بونتالون، دنا لي ديستريبيسيون، كل بونتالون كيتقام علينا في لا ديستريبيسيون ديالو ب 8.14. Là le pantalon et les vestes, monsieur. Je mets les montants, quantité, enfin à peu près. Maintenant, les charges indirectes. Ben, le consommateur, quand il sera lit, il face la rebattage de l'un. Total, car la somme. Et les montants, le coût de revient est égal montant sur la quantité. Toujours qu'un arto, je arcane bête facile. Le coût de production de quantité vendue des vestes. On a donné 33 000 unités. Le coût de production de la 33 000 وقلنا كل برودوي كنديرو لا ديستريبيسيون كتقام علينا بمونطون ديال 8.14. نديرو لي مونطون كونتيتي فا لو بري يونيتير، هنا كذلك كونتيتي فا لو بري يونيتير ديال ديستريبيسيون ايكال لا سوم ديال لي مونطون Le coût de revient égale montant sur la quantité. Voilà, le coût de revient de chaque pantalon est 248,46. Voilà, coût de veste quand il y a la production 4 000 facile à storbein la veste. Est-ce que c'est un coût de pantalon de produit d'Axelèche? Deuxième étape, il y a le résultat analytique. Résultat analytique. نقلبوا الاول الاول على الشيفر دافير، درنا بونتالون، درنا الفون ديال 19 000، بان بري يونيتير ديال 250 درهم، لو مونطون او بيان لو شيفر دافير ايكال 4 750 000. لو كود روفيان ديال 19 000
بان بخي يونيتير ديال 175.44 ان مونطون ديال لا كونتيتي فوا لو بخي يونيتير. هنا كتاخدو غير من لي طابلو لي فاتو بلا ما تعاودو لي كالكول ديالكم باش نعرفو دابا لو ريزولتا اناليتيك ديال 19000 يونيتي. كنديرو لا ديفيرونس اونتر شيفر دافير اي لو كو دو روفيان ايت ايغال شيفر دافير موان لو كو دو روفيان, c'est-à-dire un résultat positif d'un million 416.682,01 et résultat unitaire il y a le montant sur la quantité cool pantalon la compte pantalon quand le profit va 74000 facile à 56 dirhams un bénéfice كبير. Pour chiffre d'affaires ديال les vestes dans la vente ديال 33000 بان بخي يونيتير نمشيو لي فوند عاود تاني 320 درهم لا فيست. شيفر دافير ايغال لا كونتيتي فوا لو بري يونيتير 10,560,000 لو كود روفيان ديال 33000 بان بري يونيتير ديال 248,46 كود روفيان المونطون ديال كود روفيان غير لا كونديتي فوا لو كود روفيان لي هو 242,43 8,189,220,06 ريزولتا اي لا ديفيرونس اونتر شيفر دافير اي لو كود روفيان باش نعرفو شحال تقامت علينا 33000 يونيتي فوندي دو فيست. Résultat global est 2,360,779,84. Le coût unitaire ou bien le résultat unitaire égale le montant sur la quantité. 71 facile à 53 dirhams. Voilà l'examen. Hawa sala men tableau de répartition. Le coût d'achat de matière première, l'inventaire d'IELA, le coût de production d'IELA de produits, les pantalons et les vestes, et l'inventaire d'IELA pantalons et les vestes, et le coût de revient d'IELA de produits, pantalons et les vestes, et le résultat analytique. Salat, la troisième partie, l'Isalina Fera, la correction d'IELA, l'examen de rattrapage année 2015-2016 d'IELA, Oustada Leila Amzil. بجامعة ابن زهر بأيت ملول في انتظار يوصلنا مجموعة من الامتحانات نديرو لها تصحيح إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وما تنساوش تابونوا معايا الجديد إن شاء الله ديال ليسكاتر إلي سانك إلي سيس تواكبوا معايا لاباج وإن شاء الله لا فاليداسيون أفيك لا مونسيون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.